كنترول اعطيني واحد لحين لمن سيربح البامبا. هلا هلا ورد اتصل فيك كوسيلة مساعدة في ضمن برنامج من سيربح البامبا. يلا كل انا بتاكل فنيت فنيت خلص انا بعمل في قرار. لا 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 كنت شيت علي بريشر دخفر بجوز لانه الناس الولاد الصغار صحيح بيقولون ولا من جد سقط بامتحان الحوزك انت بتربع معنا. عمر ليه بتشوف يا زلمه كندر بوين وايت مكه المكرمه والاجابه. وهسه معنا مشترك مش كاي مشترك, هذا المشترك طلبوه الناس خصيصا يرجع للقناه. هذا المشترك من اكثر المشتركين يعني محبوب بين الناس. بحب ارحب معي ابن خالتي رامي كعدان سافكولو. شو بتعلم عند الحشمة؟ اي سنة؟ ثاني. ونبلش بالسؤال الاول, ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمر, محمد, ابو بكر الصديق ولا معاذ؟ محمد. والاجابة صحيحة. نيجي للسؤال الثاني, ما هو حاصل ضرب 7 × 6؟ الجواب الاول 88, الثاني 42, الثالث 37, الرابع 50. 49 كم منهن 7 42؟ والإجابة صحيحة. رامي, السؤال بيقول طفل عمره 4 سنوات والآخر عمره 2, فإذا أصبح عمر الأول 100 عام كم يصبح عمر الثاني؟ الجواب الأول عام, الجواب الثاني 99 عام, الجواب الثالث 98 عام, الجواب الرابع 99 عام. أنا متحير يا عام يا 98. طلع هني صراحة كربع بعض. ما شكين شو إحساسي بقول. شو بقول 98. للأسف اللي جاوب صحيح. وقف الفيديو, وقف تسوي شي, روح انزل اعمل لي لايك وسبسكرايب, اشترك بالقناة خليها نوصل 1000. يلا وانا قاعد هون استنى فيك. عمليت ولا بعدك؟ شكرا عن جد, شكرا لك. هسا بنقدر نرجع. زين قلت لي عالمية. ما اسم الفريضة التي يذهب الناس إلى الكعبة لأدائها؟ قل الحج والعمرة. هي الأورات بعملوها برضه بالحج, بس أنا مش مصدر موثوق, أنا برفتش. قال إن الغني اللي أقوى والحج, لأنه الحج أقوى من العمرة. ما غادي الحج. نعلم السؤال, نعلم الإجابة. حلو. والإجابة صحيحة, بس أقول لك شو الفرق. العمرة مش فريضة, الحج فريضة, وأنا سألك شو الفريضة. الثنتين تعملهن عند الكعبة. أحرز من أخيين. ما اسم الفريضة الذي يذهب الناس إلى الكعبة لأدائها؟ 1 الصيام, 2 الحج, 3 العمرة, 4 الصلاة. مش كلهن بعد الصيام يعني. اسم الفريضة لازم تروح على الكعبة مشان تأديها. معناته الصيام أكيد لا, لأنه يعني ما حد بروح يصوم بمكة. الحج لا, صلاة الحج ما يمرنا الصلاة. رامي ثاني شوي, الناس وين بتعمل حج؟ وين بتحج؟ العمرة. جواب الحج. طيب خلاص اكيد. السؤال رقم 5, هذا اذا بتجاوب صح تربح معنا زرف بامبا. من هو النبي الذي حاول قومه احراقه في نار عظيمة؟ موسى عليه السلام, يونس عليه السلام, عيسى عليه السلام, إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يا عيسى. إبراهيم معلب. معلب معلم السلام يعني بل. معلم إبراهيم عليه السلام. والإجابة صحيحة. رامي بتحب البيتزا؟ طحن بيتزا. طحن؟ طب أنا أشي محل بيتزا في البلد؟ لا بلدش أسربنك أجانب. خلاص تمام. البيتزا طبق الذي ينتمي إلى أي دولة؟ فرنسا, لبنان, إيطاليا ولا الأردن؟
بفيداتي انا عندي 20 سنه عايش بفيداتي بني لسنا ايطاليا فيفا تاليانو والاجابه صحيحه خسيفه بس في اساس اسمع اذا جايين كيلو باكيج اضرب انا عايز اتوب اصبر تعرف عمرك رحت عن بحر الميت؟ انه ولا لازم بحر الميت انت يعني فقمه بحر الميت يشكل صدع البحر الميت نقطة تحويل بين صفيحتين ما هما؟ الصفيحة الإفريقية والصفيحة العربية صفيحة أنتاركتيكا والصفيحة العربية الصفيحة الأولابية والصفيحة العربية الصفيحة الإفريقية وصفيحة أنتاركتيكا أخي مرة تعلمت الغلب صف سادس صفيحة الثاني صفيحة أنتاركتيكا هاي والصفيحة العربية هاي أكيد غلط والأخيرة صفيحة الأفريقية صفيحة تراكتيكا هاي برضو غلط ماشي كان انه الصفحة العربية فيهن شو هي السنسين الأولابية أولابية هاي صفحة أولاب الأولى أفريقية والعربية الإجابة صحيحة رامي بكي حضرت كأس العالم طب السؤال بيقول لك ما هي ألوان علم هولندا أحمر وأزرق وأبيض أحمر وأخضر وأبيض أحمر وأصفر وابيض احمر واصفر في مره وابيض في غلط يا مر اصفر اكيد غلط فاخر سؤالين اكيد غلط اخر جوابين احمر وازرق وابيض نعم الجواب والاجابه صحيحه عنصر يوجد في جسم الانسان ويعرف بانه العضو المسؤول عن طرد السموم من الجسد فما هو هذا العضو القلب الكلى الكبد ام المرار القلب أكيد غلط. هسا السؤال إنه عارف شو ثلاث الباكيات بيشتغلين؟ أنا شاكل الصراحة بين الكلى والكبد. المرارة لا. طيب. المرارة بتطلع. طلع. أنا شو بدأت أنا يوم المدرسة؟ أنت معك وسائل مساعدة. تقدر تستخدمها. أنت حاليا في السؤال التاسع فأنت ضللا غيرة السؤال أخرى ست أسئلة. طيب. إذا بقى الواحد يكذب غيرها بنزل عنه. جواب. من أربعة بضل ثلاث أيوة حلو وثبوا بالأربعة وفشك السؤال طب كل ثلاث خلي جوابك بضل بضل تسمية ثلاث وصف جواب الصف أوف طيب معنا برسل عندنا الحريق كده جوابك يمكن عندنا تبصل على الأمراض سيرف أمر الكح لما جاوب سنة شوي تجاهد الجواب راني طانك طيب طيب معك الجواب الكبد أول فعلا الله زي القام بقى كنت شفت انا وش كان بقى بتشير بمزحنا ضل معك جواب انقرأ تذرق رامي ضل معك جواب الكبد نعذب الكبد الجواب صحيح الإجابة صحيحة جاهز للسؤال العاشر سورة في القرآن تعدل قراءتها قراءة ربع القرآن فما هي هذه السورة شو عرفني؟ شو دخل لي بأكل هذا؟ يا عمي تقدر تستخدم سيف مساعدة اسمع تقدر تقول صفت الكافرون هاي والصراحة فهم أربع شهور تحسن مرة وزجت القرآن فتحته الله يهديك صدف بس انا شكت فين من صوبتين ما انا بقول نحذيه في جابتين
نحذف نحذف صوت النمل ونحذف صوت الفلك، ضل معك صوت الكافرون وصوت الكوثر. شو اللي جاب رام؟ الكافرون. منعلم والإجابة صحيحة. رامن، ما هو الصوت الذي يكون بامتصاص الأشعة فوق البنفسجية في الغلاف الجوي؟ 1- غاز الأكسجين، 2- غاز الأوزون، 3- غاز النيتروجين، 4- غاز ثاني أكسيد الكربون. قتلتني من الحظ لمشي هيك. الأوزون. والإجابة صحيحة. طيب عضو محضر إلك. جاوب أول 5 أسئلة راح تزيد أعطيه بومبا. حط صوت هسا 8 أسئلة يتجاوب 8 إيشن. أنت ضايل لك رامي 4 أسئلة. إذا بتربح إلك راح بومبا مي. كحت من اللعبة. يلا. ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ 1- المشتري، 2- زحل، 3- المريخ، 4- الزمرة. أنا شاكك زحل. قلت زحل. إيه معش صراحة زحل. أما إنه هو بيجي يعني عندك عندك الكرة. هناك جنب التصليص الأخضر. إنه كحد خلوا تبيه بس فعلا. السؤال اللي جايب لي إياه مين؟ أخوي السؤال 12. قصة 12؟ لا هذا السؤال يعني 12 المفروض يبقى صعب يعني. قصة 12. المشتري. سبرايزنجلي. الإجابة صحيحة. رامي، متى بدأت الحرب العالمية الأولى؟ وين تبلشت؟ وين تتكاتلوا مع بعض؟ أنا بعرف إنه كل صار الفرنطاج. وين تبدأت؟ ما حدا بيقدر يقربنا. وأنت؟ وكم واحد من؟ ثلاث بعد عينك. ولي كرت رئيس. أنا متأكد 18 غلط. 15 نعلم الجواب. واللي إجابي غلط. غلط. سنة 1914. 80. شكرا لك. كمل كمل شو؟ شو كمل؟ فعلت أنت خسرت. شو يعني؟ عرفت تدفع لي؟ هذا طبيعي. هذا طبيعي. هذا طبيعي صارت لي. واللي إجابي صحيحة. ما هو الاسم الذي أطلقته العرب على المحيط الأطلسي؟ بحر النور، البحر الأسود، بحر الظلمات، البحر الأبيض. لما بفتح إيش حفظ الأسماء البحار؟ هو بقى كل الأسماء في البحور يعني. هم بقى يسمون بحر الهيج. بحر الهيج. فكر. المحيط إيش كبير ولا إيش صغير؟ حتى تكبر الله الله. لا إله إلا الله. المحيط إيش كبير ولا إيش صغير؟ كبير. تمام. بحر الأسود أكيد لا. طيب. بحر الأبيض برضو لا. حسس. يا بحر النور نبحر الظلمات. حسس المشكلة إنه أكس بعض. يا أليف بحر الظلمات. حسس الظلمات ظلمات ظلمات. نعلم. والرب الحامي. علم. والإجابي محيط. رامي أنت أحد المشتركين النادرين اللي وصلوا معي للسؤال رقم 15. سؤال أنت ربحك ظرف بامبا بيسلي ميكس اللي هو طبعا هذا ظرف من أندر من أندر التسالي الموجودة على هاي الكرة الأرضية. أندر ما أنجبت الأرض. أيوة أندر ما أنجبت الأرض. ظرف بامبا بيسلي ميكس حطه هون قدامك عشان تخلي عينك على أدب. للأسف أنت قلت لي بكيش تقرأ القرآن مؤخرا. بس السؤال الأخير عن القرآن، ما هي السورة الملقبة بقلب القرآن؟ هل هي سورة هود ولا سورة ياسين ولا سورة الجمعة ولا سورة البقرة؟ طبعا انت معك تتصل لحدا اللي حاب تتصل. طبعا رامي قرر يستخدم وزارة الاتصال. معلم شو السورة اللي ملقبة بقلب القرآن وعلي لي صوتك؟ يا هود يا ياسين يا الجمعة جمعة او البقرة. يوز البقرة ما بعرف كذا. شو اللي بتعرف؟ أنت شاك ببقرة مش شاكك بصورة ياسين؟ فيه مديتة أما جوز البقرة جوز كمبت. تكتب ليش الجواب ما السؤال لك؟
فكرات فكرة غوية فيه. طيب شكرا على تعاونك. ليش شو أدعم الإفاز؟ أنا حبيت أطعمك بالدين. طيب رجعنا كده كنت اللي ضايق ذول تنتين. لا والله إنك تنتين لفت في الفيل وإيش أمي الكنية إيش يكون صح برضه أوفى أفر من خفتي بحل على جد المشكلة هاي المعارض مش أنا إيش مسوي أكلت أول واحد نمحى صورة هو المشكلة شربت الماء نسيت أشرب فوقي الحبة نبحث صورة بوق ضل معك صورة ياسين صورة الجمعة أو صورة البقرة في صورة أصلا اسمها الجمعة إن خذ الجمعة أكيد لا أوكي وخذ أصلا معنا أوف إن هسه صورة ياسين لأنك أنت السؤال بكل كان بالقرآن هسه أنا حس كان بالقرآن قصدك اللي موجود بنص القرآن في صورة ملقبة بقلب القرآن يعني مش إشي اللي مش إشي إشيت أنا قصد عنه هاي يعني المسلمين بيقولوا له هذا قلب صراحة متحير بصورة ياسين والله أنت سؤال 15 بعرف إنه جائزة مغرية الواحد ما بدوش يخسر معك ياسين الجمعة البكرة نفسي بس مش قادر عن جد اسمه ياسين نعلم صورة ياسين كنترول علي الصوت علي الصوت أقول لك لأنه الإجابة صحيحة ألف 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 مبروك بدأ معنا الظرف التحفة بامبر بسليب ميكس أول شيء من بارد للأخ رامي ألف 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 مبروك بتمنى إنكم انبسطتوا بهاي الحلقة اكتبوا لي إذا بدكم أعمل مسابقة جديدة أو إذا بتحبوا أعمل تحدي معين رامي تحب تقول إشي على الجمهور؟ طيب ورد تحب تقول باي للجمهور؟ باي كل باي بعد اشتراك سعر مكان بعطي تابلت لهم لا هاي شيء مش كل باي بعمل اشتراك بعطي تابلت بس بتمنى تشتركوا عندي بالقناة ونشوفكم المرة الجاي يلا سلام عليكم.